ما وجه اعتبار التنفل في البيت أفضل من المسجد؟ لعل السبب في ذلك هو أن فيه مزيد من البعد عن الرياء والسمعة والعبادة إذا كانت خفية فهي تعني قوة أداء الأمانة وقوة الاعتقاد بالتوجه إلى الله واستحقاقه للعبادة والتعظيم. وأما الصلاة في المسجد فعلى كل حال فقد يكون عند الإنسان شيء من على كل حال يعني التوجه أو في الواقع على كل حال يعني الاستحسان ممن يشاهده وهو يصلي أو يسمع قراءته أو نحو ذلك فيقع في صلاته شيء من الرياء والسمعة. نعم بارك الله فيكم. بينما في البيت لا يكون ذلك.